قدرات خاصة وذاكرة مذهلة لمرضى التوحد. تناول هذا الجانب مؤخراً المسلسل المصري حالة خاصة لشاب يعاني من التوحد ولديه ذكاء عال. لكن هل يوافق ذلك ما يقوله العلم؟ الدراسات أثبتت أن أغلب مرضى التوحد لديهم نسبة ذكاء عالية، فهم يلاحظون ويتذكرون التفاصيل التي قد يغيبها الآخرون، كما أنهم ماهرون في العمليات الحسابية، وعادة ما يميلون إلى تعلم الهندسة والعلوم الفيزيائية والمحاماة ويبرعون في هذه المجالات، فيما يرجع السبب وراء هذه القدرات إلى كبر حجم المخ وسرعة نموه، إضافة لزيادة القدرات البصرية والحسية والوظائف المتشابكة في الدماغ ومعدلات الانتباه.